تأهيل هذه المنازل حتى أصبحت كما هي عليه الآن جاء ضمن برنامج صمود حتى العودة الذي أطلقه السيد الرئيس محمود عباس من أجل مساعدة أبناء شعبنا في المخيمات لتحسين واقع الحياة لهم وتعزيز صمودهم. نشكر سيادة الرئيس على هذا الجهود طبعا، وعلى كنت أنا ببيت ضيق، يعني عايش 9 أفراد ببيت وغرفة واحدة، والحمد لله رب العالمين صار عندي 3 غرف وتهوية. ونشكر سيادة الرئيس ونشكر كل اللجنة اللي قامت على هذا. وكان أكثر من 50 منزلا تم ترميمها في مخيم بلاطة ضمن هذا المشروع الحيوي والهام الذي ساهم في زرع البسمة على شفاه العائلات الفقيرة في المخيمات. والله انتوا يعني بالصورة من البداية، انتوا بتيجوا حضرتكم بتصوروا المشاريع قبل ما يبلش الترميم فيها وبتيجوا بتصوروها بعد، فلذلك انتوا بتشوفوا التطور اللي بصير في الدور. يعني في بنسلم الدور تكاد تكون لا تصلح للسكن الآدمي، خاصة موضوع الرطوبة اللي بتواكب الدور نتيجة التهالك وعدد السنين المبنية منها. ويأتي هذا البرنامج بالإضافة إلى المساعدات المتواصلة التي تقدمها الرئاسة للأسر المعوزة في كافة المخيمات من أجل مساعدتهم والنهوض بواقعهم المعيشي. تعزيزا لصمود اللاجئين في المخيمات، جاءت هذه المكرمة الرئاسية من أجل إعالة هذه الأسر والعمل على تطوير حياتهم بما يتناسب واحتياجاتهم. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، مخيم بلاطة، شرق نابلس.